بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحببت في هذا اليوم اللطيف أن أتأمل معكم آية قرآنية عظيمة جدا يقول الله تبارك وتعالى فيها. حقيقة هناك مجموعة من الآيات تستوقفني بالتفكير. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحقيقة هذه الآية عميقة جدا أيها الأحبة. طبعا هي ترد على من يدعي أن الله له ولد، ولكن أنا سأنظر لهذه الآية من زاوية أخرى، أنها رحمة بي وبك أيها الإنسان أيها المؤمن. من رحمة الله بنا أنه إله واحد. تصور في دولة من دول العالم أو مملكة فيها أكثر من رئيس أو أكثر من ملك أو أكثر من حاكم، ما الذي سيحدث؟ لابد أن تحدث صراعات، لابد، هذا المنطق يفرض هذا. لابد أن يعلو بعضهم على بعض كما يحدث الآن في العالم. الدول المتطورة تكنولوجيا استكبرت وعلت في الأرض وأفسدت في الأرض للأسف. يصدرون لنا الشذوذ والفواحش والإلحاد إلى آخره. لذلك وجود إله واحد هو رحمة بالبشر. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي تعالى وتنزه هذا الملك سبحانه وتعالى عن الولد. الحقيقة أنا قبل أن أكمل، هناك تجربة قام بها بعض الباحثين على أطفال، حاولوا أن يشرحوا لهم أن الكون وجد بالمصادفة، أن الطبيعة هي التي أنشأت الكون بعمليات فيزيائية معقدة عبر مليارات السنين إلى آخره. ولكن أدمغة هؤلاء الأطفال كانت تضطرب حقيقة ويحدث فيها تشويش. وطبعا هذا سهل معرفته من خلال قياسات بأجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي ومعرفة نشاط المخ ومناطق معينة كيف يحدث فيها النشاط وكيف تحدث هذه الاضطرابات، تماما مثل الدراسة التي أجرتها باحثة فنلندية في جامعة هلسنكي وأثبتت أن الملحد مضطرب في تفكيره، يقول بلسانه عكس ما يعتقد في أعماقه فهو مضطرب. فكان هذا الاضطراب يحدث. ولكن عندما كانوا يقولون لهؤلاء الأطفال إن الله هو الذي خلق كل شيء، كان هذا الطفل يستوعب الفكرة بسهولة. يعني نحن نقول قل هو الله أحد، انتهت المشكلة. فكرة الثالوث مضى عليها، طبعا هي ظهرت منذ أكثر من 2500 سنة، منذ أكثر من 2500 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. هذه الفكرة موجودة وتحدثنا عنها كثيرا، فكرة أن الله له ابن أو ابن الإله موجودة عند كثير من الشعوب. فهذه الفكرة مضى عليها آلاف السنين، حتى الآن لا أحد يفهم ما هو الثالوث. حتى الآن الناس يسألون ما هو الثالوث، وبالتالي لماذا لا يفهمون؟ لأن الفكرة من أساسها غير منطقية، بينما فكرة الإله الواحد منطقية. طيب من الذي وضع المنطق في دماغي؟ هو الله. الله برمج دماغي ودماغك أيها الإنسان وأيها الملحد أو المؤمن
برمجه على منطق معين لا يتقبل فكرة تعدد الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تخيل لدينا قانون تجاذب كوني واحد فقط، لدينا قانون للكثافة واحد في الكون لا يوجد غيره، لدينا قانون لسرعة الضوء واحد في الكون. قانون سرعة الضوء هنا على الأرض هو ذاته في المجرات، هو ذاته في الشمس، في القمر، ينطبق على أي مكان. لماذا؟ لأن الإله واحد هو الذي وضع القوانين. تخيل وجود إله آخر سيضع قوانين أخرى، سيفسد هذا الكون تماما، مثل مملكة يحكمها اثنان، كل واحد له وجهة نظر، كل واحد له سياسة معينة، كل واحد له أسلوب معين. سيحدث هذا الإفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن قل لو كان معه آلهة غير الله، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولو أن الله كان معه آلهة أخرى ماذا حدث؟ لذهب كل إله بما خلق. يعني لو كان هناك ثلاثة أو أربعة أو عشرة آلهة، كل إله يذهب بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن أخي الحبيب، فكرة ابن لله فكرة غير منطقية. ثم عندما نفكر بهذه الطريقة، طيب فكرة وجود ابن، نحن نعلم أن الأب وجوده يسبق وجود الابن دائما، هذا كتعريف، هذا كتعريف. يعني لا يمكن للابن أن يسبق أباه في الوجود، يجب أن يكون هناك أب هو سبب هذا الابن. طيب الله عز وجل كان الله ولم يكن شيء غير الله، ما هي حاجته بالولد؟ ما هي حاجته إلى الولد؟ ماذا سيستفيد؟ هو خالق كل شيء، كل شيء بيده. والإله لا يخلق. يعني هنا منطق آخر أخي الحبيب. لو فرضنا أن الله هو الذي خلق إلها آخر وسماه ابن الله، عملية الخلق هذه غير منطقية، لأن الإله لا يخلق، هو الذي يخلق. لاحظت؟ يعني المسيح عليه السلام لو كان إلها هو الذي يخلق، لا يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فإذا فكرة وجود ولد لله فكرة متناقضة مع نفسها، ولن يفهمها أحد إلى يوم القيامة، ولن تفهم لأنها متناقضة. فهذا الإله العظيم إذا كان وجوده مع ابنه منذ الأزل، لنفرض هذا الكلام، إذا كيف نقول ابن الله؟ يجب أن نقول مثلا شريك الله. يعني فكرة ابن معنى ذلك أنه أمر حدث أو طرأ. فما دام الله وجود الله سبق الابن، فإذا هذا الابن مخلوق ولا تنطبق عليه صفات الخالق. وإذا كان الابن وجوده موجود مع الأب منذ الأزل، إذا تسمية ابن الله خطأ، يجب أن تسميه مثلا إله آخر، شريك لله إلى آخره. ففكرة ابن الله فكرة غير منطقية متناقضة مع نفسها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة مريم: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لأن بني إسرائيل تعجبوا كيف يمكن لامرأة وهي السيدة مريم العذراء عليها السلام، كيف يمكن لها أن تلد ابنا من غير أب؟
فقالوا هذا ابن الله. يعني انظر إلى هذا المنطق أيضا الأعوج غير سليم. طيب الله لو أراد لاصطفى مما يخلق ما يشاء، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام انظر إلى الديمقراطية في الإسلام، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أخبره الله، أخبرهم يا محمد، قل لهم إن كان للرحمن ولد، لو كان هناك ولد بالفعل، فأنا أول العابدين. إذا لماذا أنا أمتنع عن عبادتي إله آخر ما دام موجودا أعبده؟ ولكن سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لذلك أخي الحبيب، والله أنا درست معظم الأفكار المطروحة في مختلف الديانات. القرآن هو الكتاب المنطقي الوحيد الآن على وجه الأرض. أي كتاب آخر، افتح أي كتاب لزردشت، لبوذا، لغيرهم، أي كتاب من الصفحة الأولى تكتشف التناقضات. وهذا مصداقا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. وينبغي أيها الأحبة أن نكثر من التسبيح، لأن آيات تنزيه الله عن الولد غالبا ما ترتبط بالتسبيح سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن هذا يتناقض مع صفة الخالق الرازق القوي. أنا بحاجة للولد لأنني سأكبر وسأحتاج إلى من يعينني وأتكئ عليه، ولكن الله هو خالق الزمان وخالق البشر وخالق المكان، هو مستغن عن عباده. لذلك سطر واحد لخص لنا هذه القضية بأكملها، قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي يلجأ إليه وقت الشدائد ويجيب سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أو كفوا في قراءتين، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه أو يكفيه، ولا يحتاج إلى أحد أصلا، فهذا هو الإله. لذلك الأفكار الموجودة في بقية الديانات غير منطقية، لا تشعرك بالتناقض. لذلك معظم رجال الدين من الديانات المختلفة غير المسلمين طبعا يقول لك يجب أن تؤمن من دون أن تفكر لأنك بمجرد أن فكرت سترفض هذا المنطق. وهذا من رحمة الله علينا أنه كان إلها واحدا قويا. يعني أنا عندما أؤمن بإله عنده ولد دائما تشعر بضعف الإنسان المحتاج للولد، إنسان ضعيف يحتاج للولد، بينما عندما تؤمن بالإله الواحد هو قوي، عندما تؤمن بإله هو وحده سبحانه وتعالى الذي يتحكم بمصير الكون وبمصيري ومصيرك، هذا الأمر هو رحمة لنا، فيه قوة لنا أيضا أيها الأحبة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.